المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: عقد منتدى حول الآثار في مصوع، بحث تطوير التعليم في أقرطات، فروع اتحاد الشباب والطلبة في كليتي التجارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية تعقد مؤتمراتها، الزعماء العرب يسعون لإصدار قرار مجلس الأمن حول الجولان، قتيلان بقصف على حدود كشمير، والصين تكافح حرائق غابات أودت بحياة 30 من رجال الإبقاء. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في مدينة مصوع منتدى عن الموروثات الثقافية في الجزر والبحر الأحمر، وقدمت في المنتدى الذي شارك فيه المسؤولون في إدارة إقليم شمال البحر الأحمر وأعضاء المجلس الشعبي وخبراء وزارة الثروة البحرية أوراق حول الثروة البحرية والموروثات الثقافية، وبحث الخطوات التي يتوجب اتخاذها للحفاظ عليها. وأوضح مسؤول الثقافة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد يوهانس جبريسوس في الورقة التي قدمها أن أعمق الأجزاء الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي قانية بالثروات المدفونة داخل البحر، وقال إن السفن التي قرقت في عهد الاستعمار وميناء عدلوس الأثري والآثار وموقع عبدور الأثري ومخلفات الاستعمار في دلمي ودحل ونخرى ومباني مصوع الأثرية ومقابر وخزانات المياه في جزيرة دهل الكبير بعض من تلك الموارد التي يحتويها بحر إريتريا وتحتاج للحماية. وأشار إلى العثور على 50 سفينة قارقة في الجزء الإريتري من مياه البحر الأحمر، وأمن المنتدى على ضرورة القيام بحماية فعلية لآثار جزيرة دهلك والسفن القارقة كي لا تواجه مصير الآثار والكتابات المنقوشة التي سرقت من جزر دهلك وبقي منها القليل. وأوضح حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخل اللبسو في المنتدى بأن إريتريا وبحرها قنية بالآثار وتركة النضال التحرري، وقد بدأت أنشطة التوعية والدراسات بتعاون إدارة الإقليم والسكان والجهات المختصة للحفاظ عليها، داعيا القوات البحرية وخبراء القوس للمساهمة بدورهم. وتشير التقارير إلى وجود سفن وقوارب ودبابات وطائرات قرقت في مختلف الأوقات ومواقع أثرية ومباني منهارة وأسلحة ثقيلة ومقابر وغيرها بإقليم شمال البحر الأحمر. دعا مدراء المدارس الابتدائية والمتوسطة في أقرطات لتعزيز جهود أولياء الأمور والمعلمين وإدارات الضواحي لرفع كفاءة ونتائج الطلاب. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي للأنشطة التعليمية للعامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019 بالنظر للخطط الموضوعة. وأشار الاجتماع إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنة مع العام الدراسي الذي قبله، ويتوجب تضافر الجهود لرفع النسبة لأكثر من ذلك. من جانبهم حث المعلمون لتعزيز متابعة أولياء الأمور وقطاعات المجتمع الأخرى للدفع بالعملية التعليمية. هذا وتوجد في مديرية أقرطات 6 مدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ومدرسة متوسطة واحدة ومتوسطة وثانوية واحدة. عقد فرعا الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بعد قيح مؤتمرهما في 27 من مارس المنصرم. وقيم المؤتمر أنشطة العامين الماضيين وانتخب هيئة إدارية من 14 عضوا على أساس الخطة الخمسية الموضوعة. أوضح عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هيل مريم أن الشباب الواعي والمنظم والمسلح بالعلم والمعرفة أساس لتطور البلاد، داعيا الهيئة الإدارية الجديدة للعمل بقوة لتطوير الشباب. ودعت مسؤولة فرع ساوى ومؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الشاب منصور إسماعيل، دعت الطلاب والشباب العمال في الكلية لتنسيق أنشطتهم والعمل لتنفيذ البرامج الموضوعة. من ناحية ثانية، عقد سيمينار تعريفي بمرض السرطان لطلاب ومدرسي كلية حمل مالو الزراعية.
أعلن قائد شرطة مديرية فرو الملازمة هبتوم منغستاب أن ارتفاع الوعي ساعد في انخفاض الجريمة والمخالفات. وأوضح خلال لقائه السكان أن الشرطة تعمل لمكافحة الجريمة وتقديم الجناة أمام القانون. وحول أهداف الشرطة الشعبية والمحاكم الأهلية أوضح بأنهما تسهمان في ضمان أمن وسلامة المجتمع وحل الخلافات عبر التفاهم والصلح، داعيا للمجتمع للتعاون لإنجاح مهامهم. وأشار مسؤول الشرطة في المديرية لعدم وجود جرائم مقلقة نتيجة للقيم السامحة للمجتمع، داعين أولياء الأمور لتوجيه أبنائهم. ودعا المجتمعون لتوظيف الشرطة الشعبية في المدارس مؤكدين التعاون مع الشرطة. تجري عملية تجميع لقرى ضاحية أفعيون بمديرية هبرو في أماكن تمكنهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية. أوضح مدير المديرية السيد فتوي قبر مسقل أن عملية تجميع القرى قد نفذت في الضواحي الأخرى، وقد تم حتى الآن تجميع القرى التي كانت منتشرة في مناطق سرقو والقعتة وشلحات. وأشار إلى إرساء خدمات الصحة والتعليم والمياه في أفعيون، وتتواصل الجهود لإرساء الخدمات المتبقية وخاصة خدمات المواصلات التي تواجه صعوبات في موسم الأمطار. هذا وتبعد ضاحية أفعيون مسافة 78 كيلومتر إلى الشمال من مدينة كرن. لقي شخص واحد مصرعه في حادث مرور على طريق مقرك أسمراء في الأول من أبريل الجاري. وقع الحادث لحافلة في الساعة 6:30 صباحا بين قريتي عد قبرو وفاتين في طريقها من مغركة إلى أسمراء. وتسع الحافلة ل44 راكبا، لكنها كانت تقل 86 شخصا. وقد أصيب 57 من الركاب بجروح طفيفة، وتم نقل 19 من الركاب إلى مستشفى أروت المرجعي بأسمراء للإصابات البالغة التي تعرضوا لها. وقال مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة لقو عن سبا أن سبب الحادث هو زيادة عدد الركاب والتسابق في الطريق الجبلي، وكانت نتيجة انقلاب الحافلة بعد رجوعها للخلف مسافة 180 مترا. لقي أو قتل فنان الراب الإريتري الأمريكي إرمياس أسكادوم الشهير باسم نيبس هاسل في 31 من مارس المنصرم. وقتل فنان الراب إرمياس بسلاح خفيف من أمام متجر الملابس الذي يمتلكه في مدينة لوس أنجلوس التي ولد فيها في شهر أغسطس عام 1985. وعمل فنان الراب الإريتري الأمريكي مع كبار الفنانين في العالم، وكان مرشح لجائزة غرامي الدولية لأفضل إنتاج موسيقي. وقد زار الأمريكي الإريتري نيبس هاسل موطنه الأصلي إريتريا عام 2018، وعبر عن حبه لبلده وشعبه وهويته وتاريخه بالمساهمة النشطة في الجالية الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية. ونقدم التعازي لأسرته ومحبيه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، قال الزعماء العرب أنهم سيسعون إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، ووعدوا بدعم الفلسطينيين في مسعاهم من أجل إقامة الدولة. واختتم الزعماء العرب قمتهم السنوية في تونس بالدعوة للتعاون مع إيران على أساس علاقات حسن الجوار، ودون تدخل أي من الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وسعى الزعماء العرب لإيجاد أرضية مشتركة بعد اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان. وأضاف الزعماء العرب أن الدول العربية ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستسعى لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان. وحذر البيان الدول الأخرى من أن تحذو حذو واشنطن. ووقع ترامب إعلانا الأسبوع الماضي بالاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل التي ضمتها عام 1981 بعد الاستيلاء عليها من سوريا عام 1967. وجاءت هذه الخطوة من جانب ترامب بعد أقل من 4 أشهر على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي
قبل بإدانة عربية، ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في المستقبل. تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عبر الحدود في كشمير، مما أسفر عن مقتل طفلة وجندي في جولة جديدة من العنف تشهدها هذه المنطقة الجبلية بين البلدين وفق ما أفاد مسؤول. ولقيت الطفلة في الخامسة من عمرها حتفها بعدما سقطت قذيفة هاون قرب منزلها في منطقة بونش الواقعة في الجانب الهندي من الحدود، التي كثيرا ما تشهد تبادلا للقصف بين الدولتين النوويتين. وأفاد متحدث باسم قوة أمن الحدود الهندية أن أحد عناصرها قتل وأصيب 3 بجروح في قصف. وردت القوات الهندية بالقصف عبر الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع بعدما بدأت باكستان بقصف المنطقة صباحا، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري الهندي الكولونيل ديفيندير أناند. واتفق الجانبان في 2003 على وقف إطلاق النار عند خط المراقبة الذي يقسم كشمير إلى منطقتين خاضعتين لسيطرة كل من باكستان والهند. ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق غابات اندلع في منطقة جبلية في جنوبي غربي البلاد في مطلع الأسبوع، وأودى بحياة 30 من رجال الإطفاء. واندلع الحريق في مقاطعة مولي بإقليم سيشوان، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى ارتفاع بلغ 4000 متر، كما تسبب في ضعف شبكات المواصلات والاتصالات. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام رسمية ألسنة اللهب والدخان الأبيض الكثيف يتصاعد من سفح الجبل، ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات بين المدنيين. وقالت وسائل الإعلام أن السلطات أرسلت نحو 700 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق، لكن 30 منهم فقدوا بعد صراع مع ألسنة اللهب التي أججها تحول مسار الرياح. وضع صاروخ هندي أقمارا صناعية محلية وأجنبية في 3 مدارات مختلفة خلال رحلة واحدة في سابقة بالنسبة للبلاد تعد خيارا قليل التكلفة قد يعزز سمعتها كرائد لعمليات الإطلاق الرخيصة. ويأتي إطلاق قمر صناعي محلي للمخابرات و28 قمرا صناعيا أجنبيا بعد أقل من أسبوع من استخدام الهندي صاروخا مضادا للأقمار الصناعية لإسقاط أحد أقمارها في استعراض لقدرة لم تكن تملك والصين وروسيا والولايات المتحدة. وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي تديرها الدولة أن 24 قمرا صناعيا من الولايات المتحدة واثنين من ليتوانيا وواحدا من إسبانيا وآخر من سويسرا وضعت في المدارات خلال عمليات الإطلاق، فضلا عن قمر إيميسات الهندي. وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنظمة على عملية الإطلاق، وقال إن حكومته ستعمل على إثارة اهتمام المواطنين بالعلم واحترامهم للعلماء. وتكلف إطلاق الهند بعثة غير مأهولة في عام 2014، أو تكلف إلى المريخ 74 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة ببعثة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إلى الكوكب، والتي بلغت تكلفتها 671 مليون دولار. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.